الله وبركاته اهلا بكم حبايبي في قناه مشاهدة شادو النهارده باذن الله معانا دوره البط الخليط المسكوف والبلط الخليط زي ما حضراتكم شايفين وهنعمل لها النهارده حاجه جميله جدا 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 في الخلطه بتاعتنا وطبعا مش هننسى ان احنا لازم نديهم نسبه من البروتين والكالسيوم علشان خاطر الفتره دي طبعا بتبقى فتره صعبه جدا على البط وكمان في النسبه بتاعه التريش بتاعهم ازاي ان هم يريشهم فالنهاردة بإذن الله علشان كمان الريش بتاعهم يبدأ يطلع كده من غير أي أضرار أو من غير أو من غير أي طبعا تعب أو أي حاجة أو إن هم يخسوا أو الريش بتاعهم يحصل لهم تساقط في الريش أو يحصلهم أي حاجة فالنهاردة بإذن الله كده هنديهم كده حاجة بصوا جميلة جدا 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 ومغذيه ليهم فيها نسبه بروتين وكالسيوم حاجه كده عاليه معانا ان شاء الله طبعا كل حبايبي اللي بيشوفوني النهارده عاوز اقول لكم اللي اول مره يشوفني في القناه يا ريت تنزلي في القناه وتفعلى زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد وما تنسينيش فضلا منك طبعا وليس امرا انك تحط لايك بالنسبه بقى للناس اللي داخله تقولي لي انت ايه اللي انت عاملاه يعني اه ايه الحاجه اللي انت عاملاها ما كل القنوات بتنزل كده عاوزه اقول لحضرتك لا مش كل القنوات بتنزل كده اه محدش شغال بيدي الا انا ادخلي آه فيديو قولي لي مثلا فلانه اه بشغله بتشيشه او ان هي بتنزل الفيديوهات بتاعتها بتنزلها بتشيشه محدش شغال بيدي الا انا والكلام ده عندي على القناه من سنه فاتت او من سنتين فاتوا ادخلوا على الفيديوهات القديمه على القناه هتلاقوني كل الطيور بتاعتي بعلفها بقالها من سنتين شغاله بيها بدي شيشه ما باكلش علف نهائي الا الدوره اللي فاتت هي الوحيده اللي اشتغلت فيها بالعلف علشان الطلب مني ان انا اشتغل بالعلف من حضراتكم هو دوت بس بحب ان انا اوضح الامر عشان ما حدش يقول لي ايه الجديد لا انا بعمل جديد وبفكر عاوزه تقتنعي بالشيء اللي انا بعمله اهلا وسهلا حضرتك مش عاوزه تقتنعي خلاص قنوات كتيره جدا بتنزل زي ما حضرتك قلتي اتفضلي روحي عندهم واتفرجي ما فيش عندي اي مانع وعاوزه لو حابه ان انت تلغي الاشتراك ما فيش عندي اي مشكله انا طبعا بكلم الضيفه اللي دخلت لي وقالت لي الكلام دوت وكمان هسيب لكم التعليق بتاعها عشان بس ان طبعا فى ناس كتيره جدا 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 ما بتتمناش للناس الخير ولو فى واحد فى الميه بيتم... لو فى مثلا عشره فى الميه بيتمنوا الخير فهتلاقى فى عشرين غيرهم لا تعالوا نرجع للموضوع بتاعنا طبعا نسبة البروتين والكالسيوم اللي احنا هنحطها النهاردة للطيور بتاعتنا او للبط بتاعتنا بيضة زي ما انتم شايفين كده البيضة بيضة يا مشاهد يعني نية او نية ما فيش فيها اي حاجة شايفين كمان القشرة بتاعتها عملت فيها ايه فرقتها جامد جدا 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 عشان طبعا تدي نسبة كالسيوم عالية وكمان نسبة بروتين تكون كويسة للبط بتاعنا فما يخسش معنا شايفين طبعا هم قاعدين ان هم يلقطوها وياكلوها كده ما شاء الله عاوزة اقول لكم الخلطة دي جميلة طبعا الخلطة دي مكونة من اي مشاهد الخلطة دي مكونة من الدشيشة وكمان العيش بلالهم رغيفين عيش وعليهم كده حبة دشيشة ما شاء الله عاوز اقول لكم ان ما شاء الله ما شاء الله الفيديو ده عاوزة اقول لكم ان الفيديو ده متصور بقاله اربعة ايام يعني الفيديو ده بقاله اربعة ايام متصور معايا ولسه ما كانش نزل يعني شايفين البط هنا الوضع بتاعه والشكل بتاعه عامل ازاي ان شاء الله هنزل لكم فيديو بكرة او بعده عن البط دوت ونفس الدورة دهية ما شاء الله شوفوا الاحجام وشوفوا الشكل بتاعه عامل ازاي وشوفوا نسبة التريش اللي الريش بتاعه اللي بدأ يطلع اذا كان في الاجنحة او في الديل بتاعه ووزن البطة نفسها بقى عامل ازاي وشكل البطة تغير تماما 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 في اربعة ايام ليه الخلطة اللي احنا بنديها خلطة مغذية فيها فوايد فيها نسبة بروتين وكالسيوم طبعا انا مش عاوزة اقول لكم ان احنا كل يوم بنحط بيض يعني انا ما بحطش بيض كل يوم البيض ده انا بحطه مره مره في الاسبوع او مرتين ليه علشان طبعا احنا عارفين ان الفتره دي مهمه جدا للبط بتاعنا لازم يكون فيه نسبه من البروتين والكالسيوم علشان خاطر طبعا الترييش بتاعه ما يحصللوش تساقط وكمان ما يحصللوش افتراس فلازم ان احنا نهتم بالشيء ده كويس وطبعا بنعمل له الخلطات اللي هي بالاملاح المعدنيه والفيتامينات اللي هي طبعا بنحط طبعا الطماطم والجزر وبنحط كمان الخيار وبنحط الفلافلة. الحاجات دي كلها املاح معدنيه وفيتامين يعني من الاخر مغذيه جدا يعني لو أنتي مشيتي مع البط بتاعك او الفراخ هتمشي معاه كل يوم هتعملي حاجه مره له تشيشه بعيشه مره تديله تشيشه عليها مثلا بصلتين متخرطين ناعمين مره هتحطي تشيشه بحبه عيش عليهم بضايا. مسلوقة بقى عاوزة تحطيها مسلوقة عاوزة تحطيها نية انت وراحتك انا حطيتها نية علشان بتبقى نسبة البروتين اعلى شوية ونسبة الكالسيوم بتاعتها بتبقى اعلى شوية عن المسلوقة حتى لو لاحظتوا الاطفال لما بيكونوا لسه بيستننوا او لسه بيبدأ يطلع سنان ليهم تلاقي الدكتور يقولك ادي لهم بيضة ما تكونش مسلوقة يعني السوا بتاعها ما يكونش مكتمل ليه ما يكونش مكتمل علشان تبقى نسبة البروتين بتاعتها والكالسيوم محتفظة بيه ما يكونش طبعا النسبة بتاعتها بتاعتهم راحت فاحنا بنسلقها نص سليق تتلاقي حتى ما تيجي تقشريها تتلاقي الصفار لسه في حته جواه كده لسه ما هي ديت الميزه اللي بتفرق نسبه البروتين والكالسيوم العاليه من النسبه البطيئه فطبعا زي ما انتم شايفين اه ما شاء الله بدانا ان احنا اه نديهم طبعا عاوزة اقول لكم البيضه النيه دي فرقت معايا جدا 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 في الوصفه بتاعه النهارده ان شاء الله لو انتم عاوزين الفيديو بتاع النهارده ينزل لكم بتاع البط دوت اكتبولي في التعليقات وبكره باذن الله انزله لكم على طول اه عشان طبعا انا كنت هنزل بكره كنت هنزل كنت هنزل البط التاني اللي هو البط الكبير آه كنت هنزل الدوره بتاعتهم بكره وبنزل يوم ويوم يعني يوم دوره البط الصغير ويوم دوره البط الكبير فلو عاوزين الدوره بتاعت دوت بكره باذن الله انزله لكم وتشوفوا الاحجام بتاعته وشكله بقى عامل ازاي ما شاء الله حاجه كده جميله جدا 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 طبعا احنا اسسنا البط بتاعنا دوت اول اسبوعين علف اسسناه اول اسبوعين علف بس ما زودتش في الاعلاف خالص وبعد كده بنعمل عاوزة اقول لكم ان انا سحبت العلف مرة واحدة مش مثلا سحبته حبة بحبة لا انا جيت مثلا النهار ده كانوا اخر حبة علف عندي تاني يوم نزلت لهم الدشيشة بالعيش وما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده حاجة جميلة جدا عاوزة اقول لكم ان الدشيشة ديت فيها نسبة من ال... فيها نسبة من, نسبة من كسر الرز والرضة وكمان الذرة وكمان نسبة من العلف حاجة كده متكاملة يعني هتعمليها للطيور بتاعتك متكاملة انا هنا ببدا ان انا احط لهم شويه ميه وكمان ان انا ازود لهم شويه شويه ميه على الاكل علشان طبعا انا بكون طالعه بالاكل سخن فلازم الاكل يبرد حتى لو لاحظتوا هتلاقيهم قاعدين ياكلوا كده ويدوروا وشهم علشان خاطر طبعا الاكل كان لسه سخن فما شاء الله انا عاوزه اقول لكم ان انا بحط لهم الوجبه من ديت بطلع ساعه لما بطلع اخر النهار بطلع بتلاقيها ما فيش فيها اي حاجه خالص 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 ما شاء الله بياكلوا الاكل كله الكميه كلها اللي انا بحطها بياكلوها ما شاء الله ربنا يبارك الاكل طبعا لازم ان احنا نحط لهم الاكل بتاعهم يكون في نسبه من الفايده وكمان تكون الاكل مغذي زي ما قلت لكم قبل كده ما يكونش اكل شبع وخلاص يعني احنا مش هناكل وهنشبع وخلاص لا لازم الوجبه اللي ياكلوها تفرق معاهم تاني يوم تشوف الوجبة على جسمهم تاني يوم تلاحظي الفرق بين اليوم بتاع النهاردة واليوم بتاع بكرة فاحنا لازم ناخد بالنا من الحاجات دي ولازم تاخدي بالك من الطيور بتاعتك اذا كان فيها, فيها حاجة عيانة فيها حاجة عندها برد فيها أي حاجة لازم تاخدي بالك كويس جدا جدا الخلطه دي ناس كتيره جدا سالوني الخلطه دي تنفع للفراخ تنفع لجميع انواع الفراخ حتى الارانب عاوز اقول لكم ان انا في فيديو هنزله لكم كانت الارانب بتاكل معاهم من نفس الخلطه دي يعني حاجه كده جميله ما شاء الله حاجه متكامله خالص آه بس هو ده الفيديو بتاع النهارده يارب يكون عجبكم ما تنسونش بقى في لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم من قناه ان شاء الله كل جديد ومع السلامه